الملكيه طبعا انا اللي بيدعيني اروح، فانا كانت المنهج الامريكي مقرر قصيده ليا، انا اتفاجئت بيها من 5 سنين، ولا اتفاجئت من شهرين فقط، احدى قصائدي الانجليزيه بتتدرس في المناهج الامريكيه في 52 دوله، 55 دوله، انا اتفاجئت فشفتها بالصدفه، والمدرسه بعتت لي قالت لي الله ده احنا بندرس قصيده ليكي واكتشفتها، فتسمحي تيجي، وان هي اسمها قصيده اسمها ذا بلايند او العمياء، وطلبوني في المدرسه عشان اشرحها للطلبه، كانت مقرره على منهج سنه 9 الصف العاشر المدارس الامريكيه. رحت وتجاوبت مع الولاد واتفاجئت ان هم عندهم احساس عالي بالميتافور والشعر وادبات الشعر والمجازات، وفاهمين يعني ايه كده، وطلعوا الخيط الفلسفي اللي في القصيده، ده ادهشني جدا. جميل خالص، قصدي ان انا اقول ان يا استاذ اللي سالت، عايزه اقول لك ان انا لا اتاخر ابدا 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 عن دعوات المدارس، سبيشال المدارس خالص. لم تدعوني مدرسه، لا اذكر، مش كده يا مي؟ مي اللي بتنظم المواعيد، لا اذكر انني دعيت الى مدرسه مهما كانت في اي حته، ولم ادعو ابدا مهما كانت مواعيد. يعني كتير بقعد على البلاد اخرى وكذا، وكتير حسب وقتي اروح ما اروحش، تكريمات يا اروح يا ما اروحش، لكن المدارس بالذات بشعر اصل انا كنت نفسي ابقى مدرسه يعني صغيره، كنت بسرق الطباشير وانا طفله، وبيفضل على البورد دي، لان انا فاهمه المدرس يعني طباشير، فكنت اقول له ماما الطباشير بيجيبوه منين؟ قالت لا ده بتاع المدرسين بس، ففهمت ان المدرس كل ما يبقى مدرس طباشير اكتر، الانسان يبقى عنده طباشير يبقى مدرس، ففضلت كل احط في جيوبي واروح البيت اوسخ هدومي وفضلت، بقيت وطورت في الجريمه مع الوقت، بقيت اسرق الفصول الاخرى اللي بيفيد على البورد على البلاك بورد، طورت من الجريمه عشان اسرع، فبقيت اسرق الفصول الاخرى، وبقيت ارجع بقى، وبعدين بقيت اعمل حركه خبيثه عشان ما اتضربش، سندوتش الاكل دايما بيرجع الاكل فيه، بقيت اضطر اكل اكل واحط الايه؟ الطباشير في الكيس عشان ماما بتعمل تفتيش ذاتي لما بروح، فالكيس ده بتلاقيه في الاكل فين خدت الكتب بتسكت، وفضلت اخبي تحت السرير اكوام اكوام طباشير، طبعا ترموا فجاه. لان امنيه عمري كنت ليه بقى قعدت ازم المدرسه؟ لان كنت بشوف المدرسه دي ربه من ربات العلم. اكتشفتها ازاي؟ هقول لك، وانا صغيره خالص انا شوله. فالاقي ماما ايه تقول لاصحابها فافي شوله بحزن كده، كان زمان فاكرينه مرض على ايام يعني، فافي شوله وبتاع وتوديني للدكاتره، يا دكتور شوف لها. فانا فهمت ان الشوله دي معناها مرض، يعني حاجه وحشه فيا يعني، فشوله وبنتعالج يعني. ما دخلت المدرسه فكانت تحس الديكتيشن من الاولى بتملينا، التيتشر بتملينا، فانا قاعده بكتب وهي واقفه جنبي كده بتبص عليا، اسمها ميس راشيل، لا انساها، كانت شبه الفراعنه كده، عامله شعرها كريه واسود، شعرها حاد كده، ولابسه جيب سك كده قصيره على الركب، فميس راشيل واقفه وانا بكتب، فدخلت مدرسه تانيه اسمها ميس عايده، لا انسى هذا اليوم ابدا. دخلت ميس عايده خبطت، قالت لها راشيل ممكن اخد منك حاجه، بتستلف منها قلم حاجه معرفش، قالت لها تعالي يا عايده تعالي هوريكي معجزه. قالت لها ايه؟ قالت لها بصي البنت دي شوله بس خطوها حلو قوي، يعني شوله باعتبارها مريضه اهي. فانا صعقت، هي عرفت منين ان انا شوله؟ انا طبعا مش فاهمه ان انا الناس كلها شايفه، انا فاكره شوله ده مرض داخلي يعني زي اللي عنده اللوز يعني عنده مغص. فبصيت لها لا انسى بقى، كنت انا قاعده على الديسك كده وهي واقفه، بصيت لها كما ينظر الانسان الى الهرم او الى الهه اغريقيه، فشفت استقر في وعي في اللحظه دي ان المدرس نصف اله، يعلم الغيب، دي عارفه اسرارنا في البيت، عارفه ان انا شغله من جوه. فمن هذه اللحظه قلت عايزه ابقى زي الست دي، عايزه ابقى مدرسه. فبقيت ابدا الطباشير وتطورت الجريمه حتى اصبحت نص طباشير كبيره، ولذلك تلاقوا كتب ليا كتيره عنوانها فيها طباشير، عندي الرسم بالطباشير، عندي الكتابه بالطباشير، عندي الكتابه بالطباشير الملون، وعندي كتير كلمت عن بني لص الطباشير. فانا لا اتاخر عن مدرسه تدعوني مهما كان وقت، يعني لو عندي تكريم دولي ودعيت لمدرسه في نفس الوقت بروح المدرسه، حقيقي الكلام ده مش هزار يعني. ف يا ريت الناس تدعيني واروح مدارس عادي. وطبعا بحيي اللقاء المباشر مع الناس مع النشء هو اهم كتير من التواصل الاجتماعي في حياتي.
مساء الخير. كلمت على الحضارة المصرية تمام؟ حضرتك كلمت وقلت إن الحضارة المصرية أقدم من الحضارة الصينية. طيب إحنا ليه ما بنستناش يا فندم الحاجة اللي زي دي؟ تمام؟ أنا مثلا عندي الأهرامات ليه ما بنستغلش الكلام ده؟ هنا تمام؟ الحضارة المصرية أقدم، الحضارة المصرية أقدم من الحضارة الصينية. طب ليه احنا ما بنستغلش الكلام ده؟ احنا عندنا مثلا في ليلة راس السنة في ملايين بيروح علشان يسمعوا مثلا يشوفوا الألعاب النارية ببرج الخليفة، عند مثلا برج إيفل في باريس. طب ليه ما بنستغلش الكلام ده وأنا عندي حاجة من عجائب الدنيا السبعة القديمة اللي هي الأهرامات؟ يعتبر عجائب الدنيا السبعة القديمة كلها إنتاج، واللي عندي بس الأهرامات. طب ليه أنا ما استغلش حاجة زي دي؟ شكرا جزيلا، وانا بعتذر من مقاطعتك. طبعا بنستغلها، صوت الضوء بيبقى موجود في الاقصر وفي الاهرامات وفي كل حاجه بنستغلها، لكن يجب ان تفصل اكتر. عايز اقول لك ان هضبه الاهرام تطور الان، كل اللي كان زعلان ان بيحصل فيها كده حاجات مش لطيفه وبتاع، الاهرامات بتتطور الان، والمتحف الكبير ده بيعمل هيعمل طفره حقيقيه في مصر، والحضاره المصريه مقدره، ودلوقتي زي ما قلت لك في التعليم، والقادم اجمل ان شاء الله. انتوا هتشوفوا حاجات اجمل من اللي احنا شفناه ان شاء الله. شكرا ليكم. لحظه واحده، السلام الوطني. السلام الوطني بقى ببتدي وانهي بالسلام الوطني. كانون خبر جميل اهو. قبل ثانيه ياخد واحده واحده، سيتم انشاء مجموعه متاحف جديده، متحف التحنيط، متحف العماره، متحف الطفل، رحله عالم مقدسه. ودي طبعا من احد استثناءات مصر، ان شاء الله بيحصل حاجات حلوه كتير جدا. رحله العالم المقدسه دي اتكلمنا فيها كتير وتستحق صالونات لوحدها. اتفضلوا. السلام الوطني. ظهركم
انت بتصورها بالورد. اهم حاجه اهم حاجه اهم حاجه لا يا فندم ده انا هعمل كده بقى زي ما عملت مع مين امبارح زي ما عملت مع ميتشل الله ليه مش بتاع الكوريين هو اديني برده شفتي النصيب ايوه انا خلاني كده سمية الجميلة القمر العسل بتاعي هديك مع الله سنة 1922
شافها عالم الايجيبتولوجي هوارد كارتر، واللي كان بيمول المشروع دوت اللي هو كارنر فون، وطبعا برضه انجليزي. شايفينه قدامنا ده، ده اشهر قطعه موجوده في الكوليكشن بتاع تخامون. وكان الغرض منه لما ترجع لازم تلاقي وجه تقدر تتعرف بيه على جثمان الملك عشان تتم عمليه البعث. الماسك ده كان موجود فوق راس الملك، مش هو دقيق في الصنع زي ما انتم شايفين. لا يا جماعه، عشان في معظم الاعمال فقط، يعني ما فيش حد في الدوله يجرؤ ان يحط الغطا ده في دماغه، حتى عامه الشعب زي ما كنا بنشوف. نقدر نتحرك بقى تصنيع الكوبي ده، تصنيع الكوبي ده نفسه بيبقى يعني اذا كان هو المصري القديم قدر يعمله من الدهب، تمام، لان احنا ما نقدرش نصنعه بذهب او مستوعب نفاد، بالرغم انه نفس السايز نفس الديتيلز وكل حاجه، عشان بصمه، عشان بصمه. الموميا كانت اللايف جوه بيقطع، فاحنا هنصور فيديو وبعد كده هنذيعه بعد ما نطلع على طول من المكتب. باي باي.